بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنا إن عشر كأني أفرطني أفراد فهم كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحن كسو قد شرني دقالك أحد قال دي قريش أي دونين انتما كاكسو تغين إن المدينة كقبصدان نبي قنو أغهر تغي ماشا ليرا أحد هل كاس دقال عنس أكدعى أو مسلمين تو رسول كهو قامين إيا قال دي أدح مري وحن صوشاق نيحوغا لما شبادن إن إسلام كمالين كاس قارتي إيا باوع فرابادن سببتو خلاف أي رحق أمر كي رسول كخلافين وماشي أو فريسيي أي كتغين markii intaas ay dhacday aan waati aan soo sheegnay Abu Sufyan inuu qayyo u yiri aaway Muhammad ma nool yahay, Abu Bakar ma nool yahay, Umar ma nool yahay, ka bacdina aan uu ku dhawaaqay sanamka hubal leeraha kor noqo. Marka nabigu u yiri hallo jawaabo oo uu Sayid Umar u jawaabay aan markii dambo hubal kor noqo u yiri asxaabta u jawaabeen oo yiraahdeen Allahu a'la wa ajal. كبعدنا واتي او يري سلام كعزل رايان لان هادين كنا عزم الهدين واتي او نبي يري او جواب او اي اصحابتي اي مركز او جوابين اللهم مولانا ولا مولا لكم. مركا انتاس كبعد ابو سفيان واتي او دواغي او سيد عمر او دواغي مركو او دواغو او تغانا او وحو كعود صدا ابو بكر ننك اللي راهدو ان انو اشيغو نايم حد انو نولي هاي انكالي سيد عمر وحو يري وان نولي هاي. مركاس ايا ابو سفيان وقالها وحو كو يري اديقا ايقا رخم بدن ننك لرا ابن قميعة او ايشاق انو محمد دلي انتاز مركا ادا عدا كبعدي ابو سفيان وحو يري بلان كالو غاتو ما دابي حوغا مالكاس قول او هلايو دادك اسا كدن تاي اي كايا رايان كي اسلام كدن تاي حوغا فان كي ايا لسي تغي مركاسو ايو وحو يري ان موعدكم بدر العام المقبل أنجا بلنتين أو أنجا أدين كيد نادح هاي صاحي وماشى ليرة بدر أو سنة كصوص عضة مركز أيا رسول كير عليه الصلاة والسلام أصحابته وح كوت رهدين نن أصحابته وح كير قول نعم هو بيننا وبينك موعد وبلنتين أنجا يا أديك نادح هاي صح سنة كدم هلك أصلا سكوا إمارنا أن أنت هسك بعدي ولا كلا تجي مركي لا كلا تجو قال دي قريش أي لابتين وما كأو لابتين ايا النبي عليه الصلاه والسلام اصحابتي وحو كو يري وا ان له بي قريش ما انت خوغا غول يري غارين وها دحي كرتا اني قلبي كا سو غشو اني مدينه او سو لابتان او اي سهره او سي سوره نبي سيد علي بن ابي طالب ايو وحو يري كدبا تاغ او ايق عيدان كودا حدي او وحو يري اي فردها هوغان سدان غيلينا اي كوران او غاديد كدغتان نمنكاس مكه اي او سودان حدي اي وحو يري فردها كوران غيلنا اي كحايستان مدينة أسعدان إلهي بانا كل أرتيها دي مدينة أسعدان لابتان وأنك هرتقى يا وانا لدقى لما يهوي النبي عليه الصلاة والسلام سيد علي مركا أكدبتك يوحو أركي إني فرده حقان سدين قال إنا أي كورين ومركز مكا أي آذين كبعد أن انتاس كبعد وحاد عاي نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو دحمري دادكي أصحابتها أردن تي أما أردع وعمي ايا اصحابتي اي اسلا اي دحمرارو كلا ايغيان مركاس ايا نبي عليه الصلاه والسلام وحو كو يري زيد بن ثابت اصحابي قال راهدو ايو وحو كو يري زيدو وحاد راديسا اصحابي قال لهي جيري سعد بن الربيع او داوع او سو غاراي ان سعد بن الربيع حدي اد اركتيد نبي وحو كو يري عليه الصلاه والسلام فقره مني سلام انيغا سلام ايغا غارسيير هورتا وحانا كو تيرادا رسولك الهي وحو كولايهي كيف تجدك ساتهاي كله يرى نبي وحو كلها سيداتهاي حالك قسائيها بالعافمات كاكورا وادئا داوع ماي زيد بن ثابت مركا وحو يرى أمرك الرسول كان قاطيوان رادية داتكي أيان دحمري سيدان داتكي أيان دحمري أيان وحن لكل ما يرى سعد بن الربيع أو نفتي قدن بيس أي كوشرتو دي مرة أو تضباط تن داوع كتا الله سيف لغو قراعي إيو ورن لغو دفتي إيو انتو النبي يا اصحابته يا اسلامك الدفاعي اسقوا دعوه 700 نبر كيالان
oo seef iyo waran isku jiraan ayaa la kulmo nolosha ugu dambeeyay ku sugan markaas ayaa waxaan ku yiriya saad ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام الهي رسولكيسي ayaa ku soo salaamaya ويقول لك اخبرني كيف تجدك وحنا ku soo yiri ii sheeg sida xaaladada ka waran sida tahay aan maxaa dareemaysa markaas ayuu saad wuxuu ku yiri وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم إلهي رسول جيسي نبت قليو كوركيس ها أهات أو سلامي هقارتو وحاد كتير هذا يا رسول الله أجد ريح الجنة رسولك إلهي وحان هليا أو دريميا أو إيسو عرفيسا جنة دا أدهي قيدي إيا عرفته دي أيان دريميا كده وحانا كروق أنيقا دات كيغا كتير هذا هو يرقل دي أنصار قبيل كيغا أنصار وحا كتير هذا لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف أن وحا كتر هذا هو يرى أنصار طلق أنك سواجي دور هي أنصار وحعد الدار مهي ستان إلهي أكتس وحعد الدار كمهل دونتان هدي إلهي رسول كي سلقارو أو نبلا جارسيو أيضو إل أو قيامب إن كوچرتو أو نفبا إن كوچرتو أو إشي إنو إنت أي قيامتا أما وحا عرقتو aan hadii nabi muhammad cadaw gu gaaro oo nabar la gaarsiiyo wax gaaraan ilaahay agtiisa cududaar idin ma yaale rasuulka difaaca ayuu ku yiri saad markaasna waa u dhintay ilaahay jannatul firdawsaha ka waraabi sidoo kale dadkii oo dhaawac ahaa ayaa waxa laga dhaxlay in la dhigi jiray al usayrim oo magac naynaastiisu ahad al usayrim magaciisana loo yaqaan amr bin thabit ninkaas asagoo sidoo kale naf yar ay ku jirto aya dadkii dhaawaca laga dhaxlay maalinka dhaawacmay marka waxana asxaabtu dhowr jeer ayay usayrimkaas ku yiraahdeen war soo islaam waana uu diiday islaamka muusa soo islaamin markaas ka hor marka markii la arkay maalinkaas asagoo dagaalka soo galay oo dhaawaca ayaa waxa lagu yiri war maxaa ku keenay leeyahay usayrimow adigoo islaamka diidan kugu ogeeyne maxaa ku keenay ما الذي جاء بك محاكو كاني أن أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام ما قال هذا يقبل كاغاد أتع سبيسو قبيالات أياكو كانتو ري أنصار يو ري مدينو ما دابا دقالك كوچيران أدونا سيداس مياد أتمد ما سوحاد أتمد إسلام كجعيل أدجعش هايو إسلام كياد جعلات مركز أيا وحو يربل رغبة في الإسلام إسلام كجعيل أن أقبه يا رومين آن رومي أيان أؤمن يري آمنت بالله ورسوله إلهي الرسول كيسي أيان رومي يري مرك أمانة إيمان أن قبيالات أمانة إيمان أيو يري وأنا ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون كبعدنا جعل الإسلام كأو قوان أؤمن إلهي الرسول كيسي آن رومي وأنا إلهي الرسول كيسي معجيس أيان دقالمو أن دفاعي إلى دعوة عاركتين أو إيجاري أيو يري مركز وانا اودنتي نبي الله شاق عليه الصلاة والسلام مركز ايا نبي وحو كيري هو من اهل الجنة ننكاسي واهل الجنة ايو نبي وير عليه الصلاة والسلام وما ابو هريرة مركو كشاكين ايو وحو يري ولم يصلي لله صلاة قد هل صلاتنا اله امتو كان ننكاسي ووحو ايه معنى هيدو حد مركو اصواء السلام ايو دقال كان ايا لقالي دقال كان مركي لقالينا أصغم بوقتي وكتو كدي جانس كلاهلين جهادك أيو كل انتي إلهي جنة فردوسها كثوابي سيدو كلا وحادتك دعوة عها لغاد حالي ننكي لديه جري قزمان قزمان وحو هانين أو آد جيسو أه دقال علوس أيو قال مالين كاس أو إسلام كأيو لسو عضي إلا تضبا إيا سيداد قال أود دلي مركي أو دعوة عمي أيا تلكيسي وحي أقادين دارتا ننكي ريبان الظفر قرقو دا أيو قادين مسلمين تا أيانا أو بشاري مركي لو بشاري ليرواد واد ليبانت أو لما دا ينو إسلام أدقا لما يي أيو وحو كير والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي إلا من كو دارتا أنو أمانا دقا لما وحكالي طلقيغ شرف كيسان دفاعي وحكالان أدقا لما مجرانو يرخيغ شرف كيسان دفاعي ماهانا إسلام إيا مدنا ما ندقال منه ولولا ذلك ما قاتلت هدانا اندفاع لهن رير كيغا إيا شرفت أولاه إيا قبيل كيغا ما ندقال من أيو يري مركي أو داوعي كسو درادانا واو إسبري مدحو هرهف إسكاقسي يي مركز أيا رسولك الله شاك عليه الصلاة والسلام
مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار وأهل النار أيو يرس صوبانو صلى الله عليه وسلم نكاسي مركز واحد درامي كرتا قفك أدق على مي قبيالات يتعصب إيو قبيل قبيل ماشي حال كيس أكود بين أيو نكاسي إلهي حتى خاتمة دي سوى أكهجيو أن هذا إسلام بمبا أساهين مركز هراء لكن حتى أصحاب تبوح الله تسميه شو أكود بيسان لو كتسومين إلا أو داوعي وحي سوى قارة أدكي سواي مركز واك إسدلو مدح إسكتشري مركز قفكو هدو أدقى لما قبيالات مالحون أيو كودن بينا يا حتى هدو مسلم يهي آخر كوالغي يا وانا جنادة إنو قرال لكن مركز هرى قطر ويدو قبيالات انتا كودقى لما أكود انتو ما انتا وحا لغي يا ما دادك أن الصومالي دا إنا أي هدو قبيالات لشاقو وقفكو صفك هرى تاقن يهي أو جعل يهي إنو دادك لا ولا ليه سو مسلمين إنو مدح كسوجره marka la iska ilaaliyo dagaalka lagu dagaalamayo ya tolahay ya reehebelahay ee dad muslimiina dhigooda lagu daadinayo hala iska ilaaliyo khaatumo xumo ayuu leeyahay ma aha wax ilaahay uu ogol yahay ilaahay rasuulkiisu wuxuu ogol yahay diinteen waxa ogoshahay ma ahan waa qatar wey marka waa aragnay labada nin oo asagoo nin uu san hal salaatu kan inta islaamka soo galay uu dagaalamo uu islaamka difaacay iyo rasuulka subhan sallallahu alayhi wasallam ahlu janno nabigu yiri ninka todobada gaal dilay iyo sideeda gaal ee yiri tolkayga aan difaacayna ahlo naar ayuu noqday waana ka muuqato hada waaba isgowraca markii dambe waxaana meeshaas kala nooga cad aan qofku sidiisa haduu isdilo xataa haduu islaam yahay waa dambi weyn oo kabiira ah waana asaga ugu horeeya wax oo cadaabka gala sababtoo waxa weey waxyaalaha hada la isku qarxinayo iyo dilka la isdilayahay ma ahan ilaahay wuxuu ka raali yahay حديث صحيح البخاري أيو النبي وحير عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قفك نفتي سدلو بركو دله برتاس قعنتي سأيو كتشري سامالك قيامة مركزو جهنم دحدة عراشة اسكقدو حضوحية أو اسكو دليا قفك وحير النبي عليه الصلاة والسلام سن اسعبسيانا مالك قيام جهنم دخد يدو سنتاس كو عبايا قفكي ميل دار اسكا سو تورا غوري اما اسكا سو ريدا اما مارتاي ميل اسكا سو تورا اما غاري اسكا تورانا اصلا مالك قيام النار تو سدا اسكو تورايا marka waxa weey qofka du isdilo ama ha isqarxiyo ama aan dhaawac kale hays gaarsiyo mar hadu qofku naftiisa oo dilo ahlo naar weey aan waxa kale oo asxaabti laga dhaxlay aan nin kale oo yahuud ahaa oo yahuudi reer bani saclab ka mid aha ayaa markii islaamku ay asxaabti rasuulka ay soo baxeen oo madiina inta ka soo baxeen ay maka soo aadeen macnaheedu madiina inta ka soo baxeen ay uxud soo aadeen oo ay yiraahdeen aan ka hortagna gaalada quraysh intaysan noo imaano madiina noo imaano magaaladeena naga qabsan ayaa ninkan yahuud uu la hadlo wuxuu yiri war yahuud ay ka qayb gala dagaalkaas dana in kuguma jirta in quraysh ay qabsato madiina ee nabi maxamed iyo asxaabtiisa u heeliya oo dagaalka ka qayb gala markaas ayaa waxay yiraahdeen maxay la waa heshiiska nabiga yahuud ay ku heshiyeen markii dastuurka ay qoranayeen hadii cid kale ku soo duusho inay isla difaacaan markaas ayaa waxay yiraahdeen yahuudi maanta waa maalin sabti ah maanta waa maalin sabti oo anaga dagaal iyo midna ma gali karno markaas ayaa wuxuu ku yiri la sabta la wax sabti leera ma jiraan xaalad culus ay jirtay magaaladeenni ayaa gaal niman reer makkah ah oo makka ka yimid ayay doonayaan inay qabsadaan marka seeftiisi iyo qalafkiisi ayuu qaatay markaas ayuu dagaalkii wax ka galay ilaa uu ku dhinto dagaalkii Uhud nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa loo sheegay markaas wuxuu yiri mukhayriq khayru yahud mukhayriq ninka la yiraahdo yahud ninka ugu khayrka badan weeyo ninkaasi waa uu soo islaamay jihadkaas uu ku dhintay sida kutubta siiro ay sheegan aan intaas ka bacdi waxaa la isku keenay dadkii shuhadada ahaa ee maalinka dagaalkaas ku shahiidoobay iyo aaskoodii markii la soo aruriyo shuhadadii la isku keenay ayaa nabigu u dul yimid calayhi salaatu wasalaam dadkii muuminiinta maalinka dagaalka ku dhintay markaas ayuu rasuulku wuxuu ku yiri ana shahidun cala haula innahuma min jariixin yujrax fillah ilaa wallahu yabcahu yowma alqiyaama anigu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kuwaan marqaati waxaan uga ahay mid kasta oo la dhaawacay ilaahay dartiisa lagu dhaawacay hadda qofkii oo qabyaaladii kaas waa ka bax qofki ilaahay dartiisa lagu dhaawacay maalinka qiyaamo ayaa ilaahay soo bixi doonaa yadma jarxuhu dhaawiciisa soo dhig ka da'ayo
اللون لون الدم والريح ريح المسك مدب كوا مدب ديك حق عرفتنا ومسك أكل أيوير النبي عليه الصلاة والسلام دادك أصحابتها قيب كمد أه أيها وحي أقادين دادك كردن تي مدينة نبي قنا وحي أمره عليه الصلاة والسلام إلا سوعلي أو ماشي كل تن لغو آصه آنانا لدقن محايا لقفك أو شهيدك أو شهادة دي رنطات كو شهيدو بي أو جهات رنو كل تي لغو منا تكدو لمنا ما يرو لكن ما أنت وحي ألف ربضنا إسلام كدحدي سلقا سمينا داد أو إسلام كي لينا يلليه لغو منا تكنا يلمنا ما يرانا هذا التاسف حوية وخاتم حمى إله أقصي دراء مركة وراء أيقوة بديق مسلم دادين أي أيها دانا الصلاة دي يلقسي إلى اليوحي واجب كلا أو عائل هاين نوحو أمر عليه الصلاة والسلام ما يشهد إن لغو آسو نركو دي أي كل انتان وكل شهيدين إن لغو لا آسو مركة لغا رأب وحي حب إيها إي قلب من التريح رأيين إن لغسي وكبعدي وحي كلا لبا لبا الله آسو محايا لفرح كبتين مركز قددكي وحو دانا لك لغاروي laba laba iyo saddex saddex ayaa la iskula aasay hal god aan waxa laga yaabaa labadii nin in la kulmiyo hal mar lagu aaso inta la waayay wax kale markaas nabi wuxuu waydiinay calayhi salaatu wa salaam ayyuhum akthar akhdan lil quraan ka quraanka aqoob markii loo sheego midna kaas ayuu hormarinayo nabi qiblada kaas ayuu sii xijinayay markaas uu nabi wuxuu calayhi salaatu wa salaam ana shahidun ala haula yawm al qiyam kuwan maalinka qiyaamo aniga umar qaati u ha sallallahu alayhi wa salaam nabi wuxuu aan waxa la isku aasay Abdullah bin Umar bin Haram oo Jabir bin Abdullah aabihiisa iyo ninkii la dhigi jiray Umar bin al-Jamuh hal qabri lagu wada aasay maxay la laban noo aad isu jecel ay ahaayeen marka asxaabtu waxay waayeen ninkii la dhigi jiray Hanbala oo u dhalay ninkii nabigu u faasiq u baxiyo islaamka soo weeraray wiilkiisa oo laakiin muslimiinta la socday maydkiisa ayay waayeen mar dambe ayay helaan meel ayay ka helaan ayadoo biyo ka dhibcayaan oo biyo ka horayaan markaas rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu nabi wuxuu yiri malaa'igta mayrtay ninkaas malaa'igta ayaa dhaqday ee hal la weydiiyo shaanigiisa bal halaga warsado xaaskiisa la weydiiyo marka qisa fiican ayay ka sheegtay ka bacdi ninkaas waxa loo bixiyay Hanbala ghasilul malaa'ika ninkii malaa'igtu mayrtay ayaa loo bixiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay adeerkiis Hamza waxa ku sugan aad ayuu uga murgay waxa timid markaa eedadii Safiyo oo raadinaysa nabiga eedadii Safiya binti Abdul Muttalib ayadoo rabta inay aragto walaalkeed Hamza waxa sida uu u dhintay sida loo galay markaas ayaa nabigu Zubair bin Awam oo wiilkeedii ahaa oo nabigana ay ilma abti ilma eeday yihiin ayaa wuxuu nabigu ku yiri ha u dirin u yiri Safiyeysa soo arkin Hamza maxay ay way ku qaraacmaysa way ka naxaysaa ka cali yiriyeysa soo arkin markaas ayaa loo sheegay markii loo sheegana waxay tiri waxa waa loo sheegay in la suura dooriyo ay dhagihii asagii dhama ay ka jarjareen beerka kala bixan gaaladii markaas waxay tiri ilaahay dartiisa saas loogu sameeyay waan soo arkayaa ilaahay ayaana ajar ka raadsanayaa waana sabrayaa dhibaatada iyo waxa haya marka ay aragtayna waa ay istirjiicsatay ilaahay ayay dambi dhaaf u waydiisay marka sayid xamsana waxa lagu aasay ninkii la dhigi jiray Abdullah ibn Jahsh oo asagana ay walaalo ahaayeen xagga nuugmada oo isku naas ay nuugeen aan wuxuu yiri Abdullah ibn Mas'ud markuu ka sheekeynayay ma raayna rasuulullaahi baakiya qattu ashadd min bukaa'ih ala hamzata bin Abdul Muttalib ma aan arkin uu yiri nabigu asagoo ooyay wax ka daran ooyintii uu ooyay Hamza bin Abdul Muttalib sidoo ugu ooyay si ka daran ma aanan arkin uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam aad ayuu uga naxay uu yiri Hamza ila uu nabigu henraag feerhiisa laga dareemay haddana markii la aasay oo la karfanayay waa loo waayay karfan la ag ila maradii lagu go'i lagu duudubay hadii madaxiisa la daboolana lagu ayaa banaananaya hadii lugaha la dabo lugaha daboolana madax ayaa banaananaya markaas ayaa madax loo daboolay lugihiina waxaa loogu daboolay geed la dhigi jiray idkhar marka xaaladdaas ay soo mareen asxaabti rasuulka ayagoo sidaas ka ahaa hanti iyo adduunyo ayagoo ka ahaa ayay haddana diintan aa aragteen ee nuurka ee maaragtay iska diyaarsan ayayna soo gaarsiyeen ilaahay ka raali noqdo haddii ayse saas ugu soo dadaali lahayn haddii ayse saas ugu soo dhimo lahayn haddii ayse saa ugu soo halgami lahayn haddii ayse sida ugu soo shahiidi lahayn maantay sidaan maan helnaana waa la ayadoo la baabiyay ay mar hore la baabi'ilaha
إلى يا كرال نوضة دمانتود أن سيدوك عبد الرحمن بن عوف أيا وحو إلهي هاي أن مصعب بن عمير نينك اللي رهدو وإغا خير بدايه يري وحال لغو آسو يري هال كفن أو أساق مدحي سلقاليي لغو هنا أي غاري ويسو يري هدي لغو هسال دبولان مدحي أو بنانان أيو مركا سيدوك سكولا لغو هجيد ليرا إدخر لغو قليي نبي عليه الصلاة والسلام كبعدي أن دعدار أيو أخريي إلها أيو أماني أو آدي آد وعجيب هاد مركا أن اللهم الله ملك الحمد كله لا ما اللهم الله قابضا لما بسط ولا باسطا لما قبضت ولا هاديا لما أضلل لمن أضللت ولا مضلا لمن هديت ولا معطيا لما منعت ولا مانعا لما أعطيت ولا مقربا لما باعت ولا مبعدا لما قربت اللهم ابسط لنا علينا من بركاتك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك دعاء داس أيو نبي أخري يدعا كلا ديرو اللهم إني أسألك النعيم المقيم ونبي عليه الصلاة والسلام دعوين كاس أيو أصحابته قد دعي أن كبعد نبي عليه الصلاة والسلام مدينة أيو اللابتي markii madiina uu laabto marka qisooyin waaweyn oo ajeeb ah ayaa halkaas ka dhacay oo muujinaya asxaabta jacaylka ay rasuulka jeclaayeen sida uga fakarayeen waxyaalihii dhacay waxaa kamid ahaa aan gabar la dhigi jiray Hamla bintu Jahsh ayaa waxaa loo sheegay walaalkeed inuu dhintay Abdullah ibn Jahsh oo maratay la aasay waxaa kale loo sheegay waatii Sayid Hamza la aasay waa soo sheegnay وحق وي استرجع ستو إنا لله وإنا إليه راجعون أي تري وين أودن بداف دلبت هذانا وحا لو شيغي ابتيجد حمزة بن عبد المطلب إنو دنتهي هذانا سيدي وكرا إنا لله وإنا إليه راجعون تري وانا أودن بداف دلبت كبعدي وحا لو شيغي نينكيدي مصعب بن عمير إنو دنتهي مركز أي قاهلي سي أو جي ستو عررت مركز نينكيدي لو شيغي مركز وانا ولالكيدي ابتيجد لو شيغي مركز لكن نينكيدي لو شيغي أي قاهلي أفكا كودرتو عررت مركز أيا رسول كحير عليه الصلاة والسلام إن زوج المرأة منها الله بمكان ناكتا ننكيد ميل سر أيو أغي الله يرنو عليه الصلاة والسلام وددك كلا أردن أي سأغو أولن أيو أغي الله وحوي واقف أي إلا مستقبل كي إيا نلشي إيا وداغا يان ميل آن بني آدم ككلا إسكا جارين أيا ننكي ناكتوس إسكا جاران قصوين كدعا يوحا كمدها قبر ربني دينار ayaa waxaa loo sheegay in oo ninkeedii la dilay haddana waxaa loo sheegay in oo walaalkeed la dilay waxaa loo sheegay in aabaheed la dilay dagaalka uxud ay ku wada dhinteen intaas oo dhan markii loo sheegay waxay leedahay fama faala rasuulullah rasuulka ilaahay muxuu sameeyay war rasuulki ka warama waa fahmay kuwaas waa dhinteen rasuulki ka warama asagu ma nool yahay xaaladu ku sugan yahay markaas ayaa waxay ku yiraahdeen khayran ya umma fulan nabigu khayr ayuu ku sugan yahay wa xaaladiisu waa okay markaas ayaa waxay tiri huwa bixamdillaahi kama tuhibin nabigu alxamdulillaah waa ladan yahay wa fiican yahay sida jacashay markaas ayaa waxay tiri aruunihi hatta anzura ilay itusay tiri isha ii saara ila aan fiiriyo si aan u arko itusa markaas ayaa la tusay oo waxaa la yiri wakaas rasuulki calayhi salaatu wasalaam markii ay aragtayna waxay tiri كل مصيبة بعدك جلل مصيبة كستاهي iyo dhibaato kastaahay oo nagu dhacdaahay waa ay fududahay waa ay yartahay marba hadii adigu aan nooshahay Allahu Akbar abeheeda dhintay oo walaalkeeda dhintay oo zawjkeeda dhintay waxay tiri waxa soo dhan waa fudud yihiin waxba ma aha waxa soo dhan marba hadii adiga nafta kugu jirtay tiri rasuulki ilaahay sallallahu alayhi wa sallam marka bal fiiri maxabada heerka ay gaartay ila rasuulku waa inuu cid kasta kaaga wanaagsanaada waa inuu cid kasta kaaga qiimo bataa waa inaa cid kasta ka jecelshahay laa yu'minu ahadukum hatta akuna ilayhi ahab hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in yurnabu alayhi salatu wa salam hadithki bukhari muslim ka qof adinka in kamada iimaan laga ma helayo ila aan anigu noqdo mid ay ka jecel yihiin ama qofkaasi uu ka jecel yahay waalidkiisa awlaadiisa iyo dadka oo dhan bini aadamka oo dhan maxaa yeelay nabigu waa ku badbaadiyay naaru ka badbaadiyay jahligi uu ka badbaadiyay mugdigi gaalnimadku ka saaray noorki islaamku ku saaray
هدو أساقات جنكو غلايسا أحرمينتا أحرمينتا بينينتا أد بينيسانا نارادكو آدايسا هدد بينيسيت مركا عيد كستوا النبي أولى بالمؤمنين سيد عمر أو مالين معلمها كمدا النبي الله سعود عليه الصلاة والسلام أيا النبي قعنت سيد عمر هايست مركا سوحو كويري يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي رسولك إلهي أدقو وحكست وإيقفي عنت وحكست وانكاجي على هاي مركي اللي غرابه نفتي ده معنا حبت كيقو كجيرته مركي نفتي ده اللي غرابه أدقان عدكست كاجي على هاي رسولك الله مركز أيان نبو حير عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه عمر قف أدينك إن كم إذا إيمان ميا لنا إلاء نفتي سأجج على هذا مركز أيا وحو سيد عمر يري انت فكري وأقعد النبي إنه حتى نفتي سأقف عليه محايا لي نفتي وحكوها قامي كرتا لب فساد وحكوها قامي كرتا معاصي وحكوها قامي كرتا دم بقفك لكن النبي محمد وحان خير أن كوكوها قامي معي مركز يري يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي رسولك إلهي أديك أيا وحكا استأيقا في عن مع نفتي ده مركز أيا رسولك يري قال أنا يا عمر هذا أيا إيمانك رنتها إيمانك بوحي أيات هاي ستا مركا وحيالهاس أيا دعي سيدو كالا قبادي لديه جري أم سعد بن معاذ أو أرديس أيا تمد مركا يتمدنا سعد أيا فرسكيس هوغانكيس هايستي مركز رسولك فرسكيس هوغانكيس هاي مركز أيا سعد وحو كويري يا رسول الله أمي رسولك إلهي هو يدي واتنوير مركز أيا رسولك كويري مرحبا بها يعني هسوان دواتو مركز أيا نبي سواق استاغي مركي أي سوان دواتي أي نبي أغتا عزيه ويل كيدي أو أها عمر بن معاذ و أسألنا أيان رسولك وتعزيوير عمر بن معاذ نواد تويل كاقا الله نحرست و سعد بن معاذ لدى الشيء مركز أيا محايتر قبرناس بل أفير سمح بدأ يجعل كسهره وحايتر أم سعد أما إذا رأيتك سالما فقدش تويت المصيب مر بعدك هدانك أرك أدوان نبات قبط رسولك إلهي adigu hadaad ban nabad qato si nabad ah aad ku soo badbaaday musiba kastaba waan yareystay tir wiilkayga dhintay asxaabta leeyatay dhibka islaamka soo gaaray kulligood adiga ka dar maxay ila islaamka dham hadii nabi muhammad la waayay alayhi salatu wasalam hadii nabiga la dili laha islaamka basaas ay ku dabar gooy lahayn ya qofka musibo hadii musibo weyn qofka ay ku dhacdo wuxuu rasuulkeena amray inuu nabi muhammad xusisto hadii musibo weyn kugu dhacdo نبي محمد حسيس محايا لنبي وحير عليه الصلاة والسلام لن يصابوا بمثل مسلمين تا أنيقا دبكا أنيقا دبكا معناها أنيقا وكالا دبكا يوكالا دب أحكومات دي عدونا ويتدى أي نبي محمد وايان دب أقوين مجره مركا هدي أد دباتا كسوق قارتو هداد حسيسة تدور وحاس اسكداف نبي محمد أبا ويديه نبي محمد أبا كردافاه نبي محمد أبا لقى قاته نبي محمد أبا إلهي كا أفسده محيطه وحكالوت كان نحيسا يا كل مصيبة بعدك جلل مصيبة كاستاه أديك بعد وفضده مربا وحي ترقبان لنا هديبا أديكو آر نبات قبته وآد سيف تهي الحمد لله وحي تر وحكالوت لن وحبق ما أركي تر يا وحكالوت لن وحبق ما أركي تر مركا هالكاس وحا كم مغطي محبضة يجعلك أي أصحاب ترسولك أي قبين محبضة إيه جعالك أصحابة الرسولك أيو قبين قبله ريام مدينة سيداس أيه رسولك أسوى دوين مركب واحد ترمسيبه كاستبه فضوضة مربها الدي أي أدو أدنى بدغبتي مركز أيها النبي عليه الصلاة والسلام ووحو أيا ردتك لدلي أحد لدلي ردتكو ديو مركز وحو يريا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أم سعد أي هرت أدو بشاريسو ردتكو دينا أب بشاره نبي عليه وادعوا يدتك بشهادة أسكندنتين أيضا نوح كبير عدو أب بشاره يسوع أيضا أب بشاره إن قتلهم ترافقوا في الجنة جميعا ويرنبوا عليه الصلاة والسلام
dadkii ka dhintoo dhan dhamaantood jawnada ayay ku kulmeen oo ku saaxiibeen waqad shafa'u fi ahlihim jami'an ahlkoodina waa u shafeeceen nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas ayaa waxay tiri radiyana ya rasuulallah ilaahay rasuulkiisa yow wa raali noqonay ومن يبكي عليهم بعد هذا يا مركز انت اسك بعد بمر هدي جنده غلان اينا نو شفاعان يا واي قفكه اوينيو او ايغو اوينيو كواس حدا كبعد ورال نونتي رسولك الهي رسولك الهي ورال نون ان كبعد وحي تري ام سعد يا وحي نبي كو تري يا رسول الله ادعو لمن خلفوا منهم ان رسولك الهي ددك اي كاتغان ادعي كو نول هدا او دعه كاسو النبي وحي عليه الصلاه والسلام اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلفوا الهي وحي قلوبتودا تيرانيودودا iyo murugtooda ka tagsi ila qabt humumta ka qad ilaahu musibadooda kab iyo dhibaatooda ku dhacday ilaahu inay dadkii looga tageen ay sifaan u la dhaqmaan ilaahu karsi أن أنت سيعشر كأنك جنينة والله سبحانه وتعالى أعلم.